معركة جلولاء، وحدثت في صفر من سنة 16 للهجرة. كان قائد جيش المسلمين هو هاشم بن عتبة، ومعه القعقاع بن عمرو التميمي. كان عدد جيش المسلمين 12,000، وكانت بين الفرس وقائدهم أنذاك هو مهران الرازي. اجتمع الفرس بعد فتح المدائن في جالولاء، وهو مكان مفترق الطرق إلى أذربيجان والباب والجبال وفارس. لذلك تعد جلولاء على مفترق هذه الطرق في مكان استراتيجي، تعاهد الفرس على الصمود عندها للمسلمين، واحتفروا خندقا واستعدوا للمسلمين. كانوا على صلة بيزدجرد الذي كان يمدهم بالرجال والمال. ورمى الفرس بالحسك في طريق المسلمين ليتأذى منه الخيل والمشاة، والحسك هو شوك من حديد. واشتبك عندها المسلمون معهم في 80 اشتباكا، كانت كلها ولله الحمد لصالح المسلمين. وفي كل اشتباك يتقدم المسلمون ويضيقون الحصار على الفرس. خرج الفرس على المسلمين من طريق سري لم يكن فيه حسك، واقتتلوا قتالا شديدا إلى الليل، حتى شبهه بعض المسلمين بليلة الهرير في القادسية. انتهى القعقاع إلى باب الخندق وأخذ به ونادى في المسلمين: فهبوا يا مسلمين. فهبوا جميعا حتى أخذوا الباب، وتفرق العجم في الطرق التي وضعوا فيها الحسك، فوقعوا في شر أعمالهم وهلكت خيلهم منها، فعادوا مشاة فأخذتهم سيوف المسلمين، ولم ينجوا منهم إلا القليل، وكانت جملة قتلاهم 100,000 قد تناثروا في الساحات والتلال. لذلك سميت هذه المعركة جالولاء الوقيعة. ولما علم يزدجرد بالنتيجة وكان مقيما في حلوان، فر نحو الجبال كما فر مهران قائدهم ببعض جنده، فتبعه القعقاع حتى خانقين فقتله. ثم وصل القعقاع إلى قصر شيرين والتقى مع دهقان حلوان، فهزمه القعقاع رضي الله عنه وقتله في المعركة، ودخل المسلمون حلوان. وحدث أيضا أنه لما بدأ المسلمون في جمع الغنائم من مدينة المدائن، وكان عملا شاقا لأن المدائن مدينة كبيرة وكلها كنوز لكسرى، وكلها أموال غير ما هرب كسرى وجيشه وما هرب يزدجرد لنفسه من المدائن إلى المدينة حلوان كما ذكرنا من قبل. وقد اتخذها يزدجرد مقرا له بعد سقوط المدائن، وكانت تبعد عن المدائن بنحو 220 كيلومترا. تولى أمر جمع هذه الغنائم عمرو بن مقرن أخو النعمان بن مقرن، وبدأ في جمع الغنائم من قصر كسرى الأبيض. وكانت الغنائم ضخمة جدا، تحدث عنها الرواة فترات وفترات. ويذكر حبيب بن صهبان قال: دخلنا المدائن فأتينا على قباب تركية مملوءة سلالا مختمة بالرصاص، فما حسبناها إلا طعاما، فإذا هي آنية الذهب والفضة. وكان عدد الدراهم الموجودة في قصر كسرى 3,000,000,000 درهم، أي 3,000,000,000 درهم جمعها كسرى ومن سبقه، وتعثر عليه وعلى جيشه أن يحملوا كل هذه الأموال. استطاعت فرق الجيش الإسلامي التي خرجت تتابع الفرق الهاربة من الفرس أن تحصل على بعض الغنائم، واستطاع سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي أن يلحق بحامية فارسية كما ذكرنا، قتلها وحصل منها على 5 دروع و6 أسياف. ولم تكن أي دروع وأي أسياف، بل كانت من بين هذه الدروع والأسياف سيف وذرع كسرى وسيف وذرع هرقل، وكان الفرس قد غنموها من الروم، ودرع وسيف خاقان ملك الترك، ودرع وسيف ملك الهند، ودرع وسيف النعمان بن منذر ملك الحيرة. وقد أخذهما كسرى لما مات النعمان بن منذر، وخير سيدنا سعد بن أبي وقاص القعقاع بن عمرو التميمي بين السيوف، فاختار سيف هرقل، وكان سيفا قويا، وكانت الفرس تفخر به وبهذه العدة، إلا أن الله أورثها للمسلمين. ومن ضمن ما غنمه المسلمون في مطاردتهم للفرس حلل كسرى، فغنموا لباسه وغنموا سواري كسرى وتاجه، وكان وزن التاج 91 كيلوغراما. وكان كسرى فارس، إذا جلس على كرسي في مملكته يدخل تحت تاجه، وتاجه معلق بسلاسل الذهب، لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، بل كان يجيء
فيجلس تحته، ثم يدخل رأسه تحت التاج الذي تحمله السلاسل الذهبية عنه. أخذ المسلمون هذه الغنائم وغنموا القطف وهو البساط الموجود في الإيوان، وكان من عجائب هذا العصر. كان حجمه 36 مترا في 36 مترا، وكانت السجادة مصنوعة من خيوط موشاة بالذهب والفصوص والجواهر، وكان عليه الرسوم النادرة التي لا تقدر بمال، وكانت الأكاسرة تعده للشتاء، إذا ذهبت الرياحين شربوا عليه، فكأنهم في رياض. فيه طرق كالصور وفيه فصوص كالأنهار، أرضه مذهبة وخلال ذلك فصوص كالدر، وفي حافاته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة من نبات في الربيع، والورق من الحرير على قضبان الذهب، وزهره الذهب والفضة، وثمره الجوهر وأشبه ذلك. تولى توزيع الغنائم سيدنا سلمان بن ربيعة الباهلي، وكما ذكرنا أنه معين من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ بداية حروب القادسية على توزيع الغنائم. فبدأ بتوزيع الغنائم، فوزع 4 أخماس الغنائم من الذهب والفضة على الجيش الإسلامي، وبعث بالخمس إلى سيدنا عمر بن الخطاب في المدينة. ويذكر الرواة أن الرجل كان يطوف في السوق ويقول: من معه بيضاء بصفراء؟ وذلك من كثرة الأموال في أيدي المسلمين بعد فتح المدائن. حرص سيدنا سعد بن أبي وقاص على أن تكون الغنائم الذاهبة إلى عمر بن الخطاب في المدينة من ممتلكات كسرى نفسه، كسيفه ومنطقته ولباسه وحلله وما إلى ذلك، ليكون ذلك أدعى للمسلمين في المدينة أن يخرجوا للجهاد في سبيل الله بعد أن يجدوا ممتلكات كسرى نفسه غنيمة للمسلمين. لما وصلت هذه الأشياء إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استدعى رجلا اسمه محلم، أجسم رجل في المدينة في ذلك الوقت، وكان جسم يزدجرد ضخما جدا، فقد كان يشبه يزدجرد في جسمه، فألبسه سيدنا عمر لباس يزدجرد، وأقام له التاج على عمودين من الخشب وألبسه محلما، وجعل الناس ينظرون إليه، وقال للناس: هذا يشبه ملك كسرى، أعزنا الله بالإسلام وأضل الله مثل هؤلاء بالإسلام. كانت نظرة سيدنا سعد بن أبي وقاص ثاقبة، فلما رأى الناس في المدينة هذه الغنائم ورأوا سيف كسرى وتاجه ومنطقته، وقد انتقل كل ذلك من أرض فارس إلى أرض المسلمين، زاد ذلك في عزيمتهم، وتطوع كثير من الناس للجهاد في أرض فارس وأرض العراق. ولما قسم سعد فيهم الأموال فضل عنهم القطف ولم يتفق قسمه، فجمع سعد المسلمين فقال: إن الله تعالى قد ملأ أيديكم وقد عسر قسم هذا البساط، ولا يقوى على شرائه أحد، فأرى أن تطيبوا به أنفسنا لأمير المؤمنين ليضعه حيث شاء. ففعلوا، ورغم كل ما غنمه المسلمون لم يستأثر سيدنا سعد بشيء يبعثه إلى بيت مال المسلمين، فضلا عن أن يأخذها لنفسه إلا بعد أن يستأذن أهله في ذلك. فوافق الجيش على ذلك، فبعث بالقطف إلى سيدنا عمر بالمدينة. لما وصل القطف إلى سيدنا عمر ورأه الناس، أخذ القطف بعقولهم وألبابهم، فهم لأول مرة يرون مثله، وكما قلنا كان من عجائب الدنيا في ذلك الوقت. تحير سيدنا عمر بن الخطاب في هذا القطف، فجمع الناس فاستشارهم في البساط، فمن بين مشير بقبضه وآخر مفوض إليه وآخر مرقق، فقام علي رضي الله عنه فقال: لم تجعل علمك جهلا ويقينك شكا؟ إنه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيت فأمضيت، أو لبست فأبليت، أو أكلت فأفنيت. فقال: صدقتني فقطعه، فقسمه بين الناس. فأصاب عليا قطعة منه رضي الله عنه، فباعها 20,000، وما هي بأجود تلك القطع. كما سبق الذكر في أول القصة، فبعدما دانت المدائن للمسلمين حان وقت معركة وفتح جلولاء وحلوان كما سبق في القصة. فرضي الله عن الصحابة الكرام وعلى كل من تبعهم بإحسان